في حلقة اليوم حنتعلم مع بعض كيف نروح على العالم الثالث في One Piece Game. بس الحلقة هذه يا معلمين أنا مسجلها شباب تقريبا من 6 شهور، يعني من قبل الحرب بشوية، واتخاتم علي في تنزيلها لأنه شباب تعرفين ظروف الحرب كيف كانت في الأول. بس المهم يا معلم إن حنزل لك إياها اليوم، وإن شاء الله حنكمل شباب في اللعبة هذه من شروحات واستعراض فواكه. خلينا شباب نقول بسم الله وندخل في المقطع. عشان تروح معلم على العالم الثالث في عندك يا صاحبي اكم من شغله لازم تكون عاملها، واول شغله من الشغلات هذول انك يا معلم لو جيت هنا على الستيت عندك يا صاحبي هنا الستيتس اللي هو المجموع الكلي للايش للضربات الستيت او لقوه الستيت تبعك اللي هي هذه اللي هنا الارقام هذه كلها. انا عندي المجموع معلم قديش 27000. العالم الثالث بيطلب منك قديش؟ بيطلب منك يكون المجموع 25000، وطبعا العالم الثاني 5000 بيطلب منك. خلينا بس نشوف العالم الثالث حياته. بقول لك عشان تروح على العالم الثالث انت بتجهز يا معلم. ليش حط لك الخمس شروط هذول؟ اكتر 5 وحوش بحر، 5 رايدات، وتجيب 2 بنجليف، 5 رايدات اللي هو اللايبورد اللي هو الفهد يعني، وتجيب ايش 2 بنجليف. فخلينا شباب من العالم الاول ايش نعمل. من العالم الاول بيطلب منك انك تجيب 2 بنجليف من العالم الاول وتعمل 5 رايدات للليوبارد اللي هو الفهد. خلينا شباب بس في الاول نروح نعمل رايد اللي هو مين المعلم الفهد. طبعا شباب الرايد هذا حيكون صعب شويه، بس خلينا اوريكم الجزيره وينها اللي هي هذه التليبورد. حلو معلم، هيك شباب وصلنا لوين؟ للجزيرة تاعت التليبورت. هياتها هي ننزل بس وندور على مين؟ على الليوبارد. هيات شباب المعلم الليوبارد. فهذا معلم الدنجن صعب جدا، البوس تبعه يمكن هيلو تقريبا 100 مليون، مش عارف هنقدر مش هنقدر، بس خلينا ندخل ونشوف. يلا يا معلم، معقول الحق؟ مش عارف هل حق ولا لا. ربر حقنا؟ مش عارف الحقنا ولا لا. بدأ ادخل بالربر ولا ادخل بالتنين؟ مع انه بتهيل التنين افضل. نعمل سكيب سريع. طيب شباب ايوه الربر اجت كويس، خلينا نجرب الربر. عاش بتحول هنا نسيت والله. واي حول، اضغط جاي. اللعبه شباب مش عارف ايش مال البنج عندي هيك. انا اضغط جاي زلمه جاي هبيله. ايوه اف هنا ممتاز. اضغط لي جاي يا عمي. هاك تصلب شباب جي مش جاي. يلا مش مشكله. طيب المعلم اجى هاكو هذا بتهيل هو الليبرد هذا. خلينا شباب نتحول احنا لمين؟ للمعلم لوفي. يلا معلم مشكلة شباب أنا من زمان ما دخلت اللعبة فعشان هيك نسيها. خلينا نشوف حنقدر في المعلم هذا نقتل ولا مش حنقدر. هياته كبير هنا والله. هنا شبتها تنين كانت. يلا مش مشكلة لو قعدنا هنا معلم بتجيبنا أنت. والله جبناه من هنا كويس 12 مليون يا شباب. طب هذه وهذه بتجيب والله كل الضربات بتجيب منها. طب حلو حلو خلص بنضلنا قاعدين هنا وبنعطيه إيش على راسه. قتلنا يخبت عليه شباب. ضربني ضرب واحدة بس متت والله صعب. خد هذه. ايوه دمه خلص يا شباب دمه خلص. خد هذه. لا هذه بتهيل هذه بتهيلني انا بتهيلني انا خلاص يا معلم. مش هذه مش هذه. تي 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 اعطيه على راسه. ليش تسحب هذه 23 مليون استشهد المعلم. طيب هاي شباب اول واحدة اكسبت يس. مش عارف اعطاني فاكهة ما اعطانيش ما بعرف ما علينا. طيب هاي شباب الضرب تبعه سهل فهذا حيكون سهل حيكون سهل. انا بس كنت ناس الضربات يعني. حلو شباب حلو حلو الشغل الشغل جامد الشغل جامد. سهل 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 بس انا كنت يعني ناس الضربات فالدنيا كانت ايش صعبة معي شوية لسه ماتش. موت هبيلة موت. هاي شباب ثاني مرة. حلو طيب شباب هيك ضايل مره واحده بس خلينا نهيل. طبعا شباب الجير 5 وكل الامور هذه وكيف تلفل هيل يا معلم بس عشان ما نموتش. كيف توصل نقاطك بسرعه ل 25000 كل هذا شباب ايش شرحته انا في القناه. بتقدر معلم تزور القناه وتشوف. طيب ممتاز هيك شباب قتلناه 5 مرات خلاص بدناش ندخل ثاني 100% هيك. الحين نشوف شباب ايش اماكن البنجليف. طيب معلم بالنسبة شباب للأحجار البنجليف، أحجار البنجليف شباب بيلزم منك تجيب 2 حجرين. فالبنجليف شباب هذا إيش موجود في أكثر من جزيرة في 5 جزر وفي كل جزيرة موجود في أكثر من مكان. والبنجليف هذا شباب بيرسبن كل ساعة كل ساعة بيرسبن مرة. فاحنا شباب حاليا في جزيرة الإيش الآيس اللي هي طبعا عالم أول. البنجليف بيرسبن في عالم أول. في عندك معلم هنا الآيس آيلاند هيات يا شباب هي هذه الجزيرة. فيها شباب 4 أماكن. أول مكان يا معلم هاني معلمين شايفين هذا المكان هذا هذا بيكون مرسبن فيه. انا شباب لسه مش جايب الاحجار لحتى الان فيمكن اجيبهم وانا قاعد بشرح معاكم. هاني معلم بيكون اول مكان للاسف مش مرسبنه. ثاني مكان شباب بيكون هنا في المنطقه هذه هيك. ثالث مكان يا معلم ثالث مكان هنا. ورابع مكان في المنطقه هذه
رابع مكان يا معلم بيكون وين؟ البنغليف المعلم رسمها بيكون شبه بس مربع هيك تيجي عليه وبتاخده. طيب خلينا شباب ننتقل على الجزيرة اللي بعدها. ثاني جزيرة معنا يا معلم اللي هي اسمها بانك هازارد، هات شباب موجود هيك على طول، خلينا ننطلق عليها سريعا. وصلنا يا معلمين للجزيرة اللي هي اسمها بانك هازارد، حياتها يا معلمين. الجزيرة هذه شباب فيها اللي هي زي يعني الهوت اند كولد، فهانا يا معلمين برسم حجرين وهانا برسم حجرين. خلينا شباب اوريكم بس المكان الاول اللي هانا، هانا شباب فوق في عندك معلم برسم حجر هناك وبرسم حجر هانا، بس خلينا اشوف انا اذا لقيت يعني حجر مرسبن. طبعا شباب هاك التنبؤ بيخليك سريع، هانا فيش حجار. وعندك معلم برضو في الجزيره هذه الثانيه برضو في هانا برسم واحد هانا او هانا اوكي، وبرسم هناك واحد. خلينا نروح نشوف هناك اذا لقينا الحجر. وهاني معلم برسم كمان حجر، بس برضو للاسف ما فيش اي حجر موجود. خلينا شباب نشوف الجزيره اللي بعدها، الجزيره الثالثه معنا شباب اللي هي المارين فورد، اللي هي جزيره اللحيه البيضاء. خلينا شباب ننطلق عليها سريعا. وصلنا يا معلمين. طيب شباب وصلنا، ممتاز. عندك معلم، عندك معلم هانا، هذا شباب اول مكان برسم في فوق هذه هانا هيك او في المنطقه هذه يعني بتلاقيه مرسم الحجر بتاخده عادي جدا. طيب شباب ثاني مكان هياته هانا شباب ورا البيت ورا القصر هذا، في عندك يا في الزاويه هذه يا في الزاويه الثانيه برسم واحد من الاثنين او في المكانين، في عندك هذا المكان وعندك هذا المكان. هم شباب هذول الاماكن اللي برسم فيهم وين؟ هياته هانا تحت او على الشقة الثانية من القصر بنفس الزاوية هناك تحت، بس برضو للأسف مش مرسبنين هيات هانا في المكان هذا. نشوف يا معلمين الجزيرة اللي بعدها. طيب شباب غيرنا الفاكهة للتنين هياته عشان شباب نطلع جزيرة السماء، انا مش شايف حاجة الصراحة. جزيرة السماء شباب هياتها السكاي باي ولا مش عارف شو، تقدر لك يا معلم تطلع فوق لحد ما تلاقيها، يعني تكون شايفها انت اصلا، انا حاط عندي الجرافيك عالي ومش شايفها، فتقدر لك تطلع 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 لحد ما تلاقي الجزيرة قدامك. شايفين شباب كيف الجزيرة فجأة ظهرت قدامي، حاجة أسطورية. خلينا نكمل ونشوف نوريكم شباب الأماكن الموجود فيها حجار البنغليف في الجزيرة هذه. طيب معلم هاي الجزيرة قدامنا عندنا شباب القصر هذا المعلم، فالقصر هذا عنده جسر والجسر هذا عنده بيت، والبيت هذا معلم برسم عنده البنغليف هذا أول واحد هياته برسم لك كان معلم الحجر، وفي عندك كمان المكان الثاني برسم يا إما هان يا شباب يا إما وين يا إما على الشقة الثانية هان، مش متأكد صراحة بالضبط. وفي شباب كمان مكان ثالث، في مكان ثالث شباب هانا في النص، بس بصراحة يبتالي فوق بيت من البيوت هذولا أنا مش متأكد صراحة، بس اللي متأكد منه إنه في هانا واحد وفي هناك برضو برسم كمان واحد يا على اليمين وعلى الشمال، وفي مكان ثالث مش عارف حيكون فوق بيت من البيوت هذه أو وين بالضبط، أنت بتدور يا معلم وبتشوف إن شاء الله تلاقيه هانا. فعندنا شباب ضل هيك إحنا إيش؟ ضل عندنا مكان واحد بس، والمكان هذا يا معلم نرجع وين؟ لو عملت خلينا نعمل ريسيت نرجع للداون اللي هي هذه، الجزيرة اللي بتنقلك للعالم الثالث الثاني اللي هي الداون آيلاند هيات. خلينا نعمل ريسيت لان انا عامل ايش السبون هناك. ممتاز هاني يا معلمين برسم او الجزيره الخامسه اللي برسم فيها البنغليف في الجزيره هذه. طيب انا شاب لحتى الان ما لقيتش ولا حجر، فهذه مشكله كبيره صراحه. فانت يا معلم بعد ما تلاقي الاحجار هذه ايش بدك تعمل؟ بضل عندك يا معلم مين؟ بضل عندك بس وحوش البحر. وحش البحر شباب في العالم الثاني بتقتله، بدك تستنى تقريبا في الميه ثلث ساعه عشان يرسم وحش البحر او اقل شويه. لسه بدي اجرب، انا ما جربتش، هجربها معاك ان شاء الله. مطلوب منك قديش؟ تقريبا خمسه صح على ما اتذكر. هاي خلصنا شباب هذيك، ضايل بس اثنين بنغليف وخمسه وحش بحر بس، ممتاز جدا. طبعا زي ما قلت لك وحش البحر من العالم الثاني بتنتقل من هاني معلم. انا شباب دخلت اكثر من سيرفر لقيتهم كلهم نفس الوقت، فبلاش نضيع وقت، نضيع شو وقت ونروح وين؟ على العالم الثاني نقتل وحوش البحر وبعدين نرجع للبنغليف ثاني. طيب معلمين رجعنا شباب من ثاني، مش عارف شباب في مشاكل الظاهر في السيرفرات، ما بعرف كل شوي بفصل كل شوي بفصل، يا الهي البنغ. ما علينا شباب، شايفين الوقت عدو من اول لانه شباب فصل السيرفر كمان مره، فحنستنى برضه ساعه عشان نجيب البنغليف. ما علينا، المهم شباب خلينا نرسم سفينه. بس خلينا شباب اقول لكم عن وحش البحر. وحش البحر معلم بيرسم اكثر حاجه حوالين الداون هذه اللي هي هذه المعلم الجزيره هياتها في العالم الثاني داون ايلاند فيرجن 2، بيرسم اكثر شيء هنا. ليش الدنيا وقفت؟ ليش الدنيا وقفت؟ ان شاء الله ما يعلقش ثاني ان شاء الله. فخلينا شباب نرسم سفينه. اوكي الحين شرى رسم يا معلم. هي رسمن يا معلم السفينة، ايوه الحين رسمنها، ممتاز. طيب شباب خلينا الحين نتحول احنا ونجهز امورنا ونستنى وحش البحر مع الشباب. طيب شباب رجعنا من تاني، للاسف يا شباب للاسف كل ما ادخل ورسمن سفينة وقاعد ادور على وحش البحر البنج عندي يا شباب هانا بيوقف، ما بعرفش السبب صراحة. فعشان هيك شباب انت لازم منك يا معلم تقتل خمسة وحش بحر وتعمل باقي المهمات اللي طلبها منك المعلم عشان تروح على العالم الثاني او على العالم الثالث. بس انا يا شباب الحين ارجع للعالم الاول واروح اجيب البنغليف
نروح شباب العالم الأول. طيب حنروح شباب ندور الحين على البنغليف قديش احنا ثواني بس ايوه قد ايوه 20 ساعة هذا اللي شغال شباب السيفر، فيمكن يمكن لقي لنا حجر بنغليفان حجر بنغليفان ما حدش بيعرف، فخلينا نشوف اذا لقيت انا برجع لكم. طيب يا معلمين انا والله فخرت اختفى قلت اكلنا زفت، لقيت شباب حجر بنغليف هياته المكان اللي قلت لكم عنه. يلا يا معلم قال لي يجي حد ياخده، هيات شايفين خذوا يا معلم. ايوه ممتاز هيك شباب صار معنا حجر بنغليف اخذناه ولا لا؟ بتهيلي اخذناه بتهيلي اخذناه. ممتاز لقينا واحد، نشوف شباب الثاني. انا الحين في الهازارد هياتي في البنك هازارد. طيب شباب انا قبل شوي شريت هذه ب 1000 روبو اللي هي التليبورت، فبتهيالي لو ضغطت هيك يا سلام بينقلني سريع يا زلمه. يا زلمه من الاول يا زلمه والله شباب طولت كتير انا في التصوير وانا بس بتنقل بنغليف هذا لا، فمن الاول يا زلمه اذا في تليبورت زي هيك فالدنيا في اللوز يا شباب بتصير. طيب نشوف هنا في بنغليف ولا لا؟ تقول ليش في الشيء مفروض يكون في السكاي فيه ما حدش بيجي هان اصلا. والله شكله ما فيش يا شباب. انا رحت على الايس ورحت على السكاي ورحت. طيب خلينا نروح على المارين فورد. طيب شباب المارين فورد هنا ما فيش ماشي. طيب هنا فيه نو على الزاويه الثانيه فيه برضك نو ماشي. انتقل معلم اللي بعده. طيب شباب رجعت انا على الهازارد هادي مش عارف انا اخذتهاش معقول ولا صار سيرفر تاني يعني اخذتها هيك انا. طب خلينا نشوف شباب نشوف اخذناها ولا لا. بنرجع على الداون نشوف العالم الثالث ايش حيقول. خمس وحش بحر يلا يا سلام ممتاز شباب. يعني انت بس امشي على البنغليف وبتاخذها يا معلم على طول. فضل شباب عندي بس قصه وحش البحر هذه اللي انا عندي عامله لي مشكله. السيرفرات صراحه عاملين لي مشكله كبيره مش عارف ليش بضل يعلق بضل هنا البنج زي ما قلت لكم بقف خلاص بوقف على رقم بضل واقف. فبس هذه هي معلمين الطريقه تعملوها كلها بس بضل عليكم وحش البحر يعني ترسم وحش البحر خمس مرات كل تلت ساعه بيرسم مره وحش البحر او اذا رسم قبلك بتكون انت محظوظ. وبس يا معلم هذه الطريقه الوحيده انك ايش توصل فيها للعالم الثالث. فيا معلم لو عجبتك الحلقه تنسانيش من دعمك باللايك والاشتراك معي في القناة ومن هنا نطلع حلقة قادمة إن شاء الله. براكم على خير واسع.